الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع كلمة التقوى لا إله إلا الله، إذ قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فاللهم اجعلنا من أهلها ومن أحق الناس بها، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وهي تلكم الكلمة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وعلمنا فيما سبق أن الإله هو المعبود، فمعنى لا إله لا معبود، والذي يعبد ينبغي أن يكون ربا أولا، إذا كان ربا صح أن يكون إلها معبودا، أما إذا لم يكن ربا بل كان مربوبا فليس من حق أحد أن يؤلهه ويعبده، إلا يستحق العبادة إلا الرب، لأن كلمة الرب كما علمنا معناها الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المعز المذل المطيع. إذن فالرب هو الذي ينبغي أن يعبد، والله عز وجل قرر هذا في كتابه العزيز، وقد قرأنا الآيات الدالة على هذا المعنى فيما سبق. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله رب العالمين. إذن فلا يكون الإله معبودا بحق إلا إذا كان ربا أولا، الربوبية أولا والألوهية ثانيا. فلنتأمل يفتح الله علينا، فلا يكون إلها حتى يكون ربا، فمن لم يكن ربا لا يكون إلها بحق. وعلى سبيل المثال، هل عيسى بن مريم وهو معبود من قبل النصارى يستحق أن يعبد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه مربوب مخلوق، والدته مخلوقة، فكيف يستحق الإلهية ويقال فيه إله ويعبد؟ أصنام المشركين وأحجارهم وتماثيلهم ألهوها عبدوها بالذبح والنذر لها والحلف بها والعكوف حولها، هل تستحق ذلك؟ الجواب لا والله. لماذا؟ لأنها ما خلقت ولا رزقت
ولا أماتت ولا أحيت ولا عطت ولا منعت، فلا تستحق أبدا أن تعبد مع الله. ولهذا تقرر أنه لا إله إلا الله. والآن الآيات الدالة، والآية بمعنى العلامة، العلامات الدالة على ربوبية الله وألوهيته وأنه رب كل شيء وإله الأول والآخرين، نوعان: تنزيلية وكونية. بعبارة سهلة، كيف تعرف الله؟ بما تعرفه؟ الجواب: أعرفه بآياته الدالة عليه، أعرفه بالآيات العلامات الدالة عليه. لو قيل لك: هل عرفت الله؟ فتقول: نعم. فيقول لك: بما عرفته؟ دلني على الصفات الدالة عليه. فتذكر له من الآيات الدالة على وجود الله وربوبيته وألوهيته، وبذلك تكون قد عرفته. فإذا عرفته أمكنك أن تعبده، سهل عليك أن تحبه وتخشاه وأن تطيعه ولا تعصيه. وفي صلاة الصبح سمعنا قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا يخشى الله خشية حقيقية إلا العالم بالله عز وجل، والذي ما عرفه كيف يعبده، كيف يحبه، كيف يرهبه ويخشاه، وهو ما عرف جلاله ولا كماله ولا عزته ولا سلطانه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أما الجاهلون ما يخشون الله عز وجل، ما يخافونه، ما ترتعد فرائصهم خوفا منه أبدا لجهلهم. فلهذا أقول للمستمعين والمستمعات: الله يعرف بالآيات الدالة عليه، سلموا هذه الحقيقة. الله جلاله يعرف بالآيات أي بالعلامات الدالة عليه، فإذا عرفه عبده أطاعه وأحبه وخافه، فإذا لم يعرفه يصعب عليه أن يطيعه أو يخاف أو يرهب ويخشى. هذه الآيات يقول تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون. انظروا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، أي علامات، لمن؟ لأولي الألباب. فمن أراد أن يعرف الله معرفة حقيقية فعليه بالنظر في الآيات، أي العلامات الدالة على الله عز وجل، على وجوده أولا، وعلى علمه المحيط بكل شيء، وعلى قدرته التي لا يعجزها أي شيء، وعلى حكمته التي لا يخلو منها شيء. الآن الآيات نوعين، الآيات نوعان: تنزيلية وكونية. ممكن نذكر هذا: الآيات الدالة على الله نوعان صنفان: تنزيلية وكونية. فالآيات الدالة على وجود الله عز وجل نوعان: آيات تنزيلية وآيات كونية. فالآيات التنزيلية التي نزلت من عنده هي القرآن الكريم. الآيات التنزيلية بمعنى المنزلة، من نزلها؟ الله. من أين نزلها؟ من فوق هذا العالم، من فوق العرش، نزلت من فوق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي آيات القرآن الكريم. بود وخاصة العوام أن يذكروا هذا ولا ينسوه. بما يعرف الله؟ يرحمكم الله، يعرف بماذا؟
بآياته التنزيلية والكونية. هل يعرف بشيء غير هذا؟ ما يعرف. لا يعرف الله، أي لا يعلم به ويعرف معرفة حقيقية إلا بواسطة الآيات التنزيلية والكونية، وهو المنزل الآيات التنزيلية والخالق للآيات الكونية. الآيات التنزيلية كم ألف؟ 4240 آية، كل آية تدل دلالة قطعية على وجود الله ربا وإلها لا إله غيره ولا رب سواه. 4240 آية، 6240 آية حواها كتابه العزيز القرآن الكريم، من كلمة الحمد لله رب العالمين إلى قوله من الجنة والناس. هذه الآيات 6240 آية، كل آية تدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإن شئتم حلفت لكم بالله ما من آية إلا وتدل دلالة قطعية الشك على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن قلت كيف بين لنا هذا؟ نقول أول آية الحمد لله رب العالمين، هذه آية نزلت من عند الله وإلا لا؟ فهل يعقل أن ينزل آية تحمل الهدى والعلم وهو غير موجود؟ هل يوجد كلام بدون متكلم؟ يعقل هذا كلام بدون متكلم؟ مستحيل. فهذه الآية دالة على وجود الله منزلها وموحيها وعلى علمه وقدرته وحكمته، ومن نزلت عليه يكون غير رسول؟ مستحيل، لا بد وأن يكون رسولا. فكل آية تقرر معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نجتهد حتى نعلم، حتى نرزق خشية الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أقرر الآيات الدالة على وجود الله وعلمه وربوبيته وقدرته وحكمته وجلاله وكماله نوعان، نوع أول ونوع ثاني. ما هما النوعان؟ الآيات التنزيلية التي نزلت وهي القرآن الكريم، والآيات الكونية هذه الموجودات في الكون، من وجودي أنا إلى وجودك أنت، ومن سمعي وبصري إلى سمعك وبصرك، كل ذرة في الكون موجودة من أوجدها. وهذا في الآيات التنزيلية هي آيات القرآن الكريم الذي تحدى به الله منزله ببلغاء العرب وفصحائهم على الإتيان بمثله أو ببعض مثله كالسورة الواحدة أو السور القليلة، فعجزوا. وتحدى الإنس والجن عامة على الإتيان بمثله فعجزوا. أما قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهل استطاع الإنس والجن أن يأتوا بقرآن سمعتم كالقرآن الكريم؟ مستحيل. وتحدى بعشر صور، قل فاتوا بعشر صور مثله مفترات، عاجز. تحدهم بصورة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا
سبحان الله. ولن تفعلوا. هل فعلوا؟ كم سنة مضت؟ كم عام مضى؟ 1400. هل استطاع واحد أن يأتي بآية ويقنع البشرية أن هذا من كلام الله؟ هل فعل أحد؟ لأن الله قال ولن تفعلوا. فما عليكم إذن إلا أن تتقوا النار وتقوا وجوهكم منها. قال في الآيات التنزيلية هي آيات القرآن الكريم الذي تحدى به الله منزله تحدى به بلغاء العرب وفصحاءهم على الإتيان بمثله أو ببعض مثله كالسورة الواحدة أو السورة القليلة فعجزوا. وتحدى الإنس والجن عامة على الإتيان بمثله فعجزوا. وقوله تعالى في كتابه أم يقولون افتراه، يقولون افتراه أي محمد كذب هذا القرآن من عنده، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقوله تعالى أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا وناصرا. فهذا الكتاب المعجز بألفاظه ومعانيه، القرآن الكريم معجز بالألفاظ ما يستطيع واحد يأتي بمثلها، ومعجز بالمعاني التي يحملها، لا يقوى مخلوق على أن يأتي بمثل المعاني التي يحملها القرآن الكريم. فهذا كتاب المعجز بألفاظه ومعانيه نزل على النبي الأمي الذي ما دخل كتابا قط ولا عرف مدرسة البتة، ذي المعجزة نزل على عبد أمي. تعرفون الأمي؟ العوام يعرفونه، الذي ما زال في حج أمه، يا أمي يا أمي، ما دخل مدرسة ولا كتاب. فنبينا صلى الله عليه وسلم ما هو نبينا خاص، نبي البشرية والجن عامة، ما كان يقرأ ولا يكتب، عاش 40 سنة في مكة ما فيها مدرسة ولا كتاب ولا عقيقة ولا يكتب. بعد 40 سنة يأتي بهذه العلوم والمعارف من تلقاء نفسه؟ مستحيل، لا بد وأنه تلقاها من ذي العلم العظيم. قال ولا عرف مدرسة البتة فبز البلغاء، بزهم غلبهم على فوقهم وأفهم الفصحاء وفاق الحكماء. هذا كله والله حق، بز البلغاء وأفهم الفصحاء وفاق الحكماء. هذا القرآن آية واضحة وبرهان ساطع وحجة قاطعة فاصلة على أن من نجأ على أنه منزل من عند الله بحروفه ومعانيه، وأن الله تعالى هو منزله، فهو دليل قاطع وبرهان قوي على وجود منزله وعلى نبوة من نزل عليه وأرسل به، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تأملتم هذا القرآن العظيم، دال جلالة قطعية على وجود من نزله وإلا لا؟ كيف ينزل هذا كتاب من السماء ولا يوجد من أنزله؟ أي عاقل يقول هذا؟ مستحيل. فالقرآن دال على وجود الله وعلمه وقدرته وحكمته، وهو دال أيضا على نبوة من نزل عليه ورسالته، فلو لم يكن رسول الله كيف يوحي إليه وينزل عليه الكتاب؟ فلهذا قلت وأعيد، ما من آية من 6240 إلا وهي تدل دلالة قطعية
على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة لا إله إلا الله محمد رسول الله عرفنا من فضلها أن من مات وهي آخر كلامه دخل الجنة مهما كان من أي جنس كان. ما من إنسان أو جان يلفظ هذا اللفظ وهو يموت لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا دخل الجنة، ولو دخل النار وعذب ومحيط ذنوبه لا بد وأن يدخل دار النعيم لأنها حسنة فوق كل الحسنات. ولكن اسأل الله أن يتوفانا عنها، كم وكم مات وهو يغني. قالوا شخص مشغول بالأغاني من أم كلثوم إلى الأطرش إلى فلان لما وقع وإذا به غني حتى مات. والذين يلازمون لا إله إلا الله دائما على ألسنتهم الغالب يموتون عليها. قال وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار. نعم، أما الآيات الكونية عرفنا الآيات التنزيلية. ما معنى الآيات التنزيلية؟ أجيبوا، ما عرفنا يا شيخ. آيات القرآن هي التنزيلية المنزلة يعني، وما هي الآيات الكونية؟ آية نعرفها. قال أما الآيات الكونية فهي هذه الآيات التي يقف العقل البشري عندها مدهوشا محتارا لا يعرف لها إلا ولا يجد لها سببا، مثل آية الشمس والقمر والليل والنهار وغيرهما. انظر إلى الشمس ما علة وجودها، انظر إلى القمر ما سبب وجودهما، من أوجدهما، لماذا أوجدهما، لتساؤلات لمن نظر وفكر وتفكر. قل انظروا انظروا ماذا في السماوات والأرض. قال فهذه الآيات التي يقف العقل البشري عندها مدهوشا محتارا لا يعرف لها إلا ولا يجد لها سببا، مثل آية الشمس والقمر والليل والنهار وغيرهما. وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن آياته أي آيات؟ ومن آياته أي الدال عليه المخبر به المعلم عنه. الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى ومن آياته، ومن آياته الدال على إيش؟ على أنه لا إله إلا هو ولا رب سواه. ومن آياته أن خلقكم من تراب فإذا أنتم بشر تنتشرون في هذه الأرض. وقوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. للعالمين هذه نكررها، نحن الحمد لله قرابة الألسنة. لو وقفنا ننظر إلى بعضنا بعضا هل نجد اثنين لا يفرق بينهما؟ قولوا والله ما نجد. لو وقف العالم الإنساني أمريكا في الغرب واليابان في الأرض في الشرق ووقفوا لن تجد اثنين لا يميز بينهما. ذي وحدها تخضع الروح البشرية ساجدة لله. كيف الأجسام كلها واحدة، عينان أم منقران أذنين كذا، ولا تجد اثنين لا يفرق بينهما؟ هذا يدخل على مرض هذا ولا يدخل على مرض هذا. لو كان من صنع المخلوقين هذا، هذه آية ما فوق آية. اختلاف ألسنتكم وألوانكم أو ما فهمتم؟ من ميز بيننا إلا لو كنا نوع واحد كالسيارة الماجستير وما اسمها، كل واحد يقول هذه سيارتي، كل واحد يدخل على بيت الثاني يقول هذه مرتي وهذه أمي. لكن كل البشرية ما يوجد اثنان ما يفرق بينهما بالسمات الخاصة والعلامات. ما رأيت أعظم من هذه الآية قط.
أعظم من خلق السماوات هذه، ومن آياته الدالة على وجوده وربوبيته وألوهيته وعلمه وقدرته وحكمته وصفات كمال كلها له هذه الآيات الكون. وقوله تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، هذا خائف من الصواعق وهذا طامع في الماء في المطر. ومن آياته الدال على وجوده ربوبيته ولوهيته علم حكمته يريكم جل وعز البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أما الذين لا عقول لهم كالبهائم لا يشاهدون شيئا ولا يعرفون. فهذه الآيات الكونية من سماوات وما فيهن من أجرام، وهذه الأراضون وما فيهن من عجائب الكائنات تدل بوجودها العظيم وصنعها المحكم وقضاء ونظامها المتقن، تدل على وجود بارئها وخالقها، وتدعو بلسان حالها ومقالها إلى الاعتراف بربوبيته لكل شيء وإلى الإذعان له بالطاعة والانقياد في كل شيء. فهو الرب والإله الذي ثبتت ربوبيته ووجبت ألوهيته، فله وحده يجب أن تسلم الوجوه، وله وحده يجب أن تتجه القلوب بالرغبة إليه وبالرهبة منه. فهو القادر على رحمة المطيعين وعلى عذاب الظالمين. سبحانه لا إله إلا هو، تتجه له القلوب وتصرف أنواع العبادات في الأرض ولا في السماوات، ولا تصرف أنواع العبادات في الأرض والسماوات إلا له، إذ هو إله الأولين والآخرين ورب جميع العالمين. آمنا بالله. معاشر المستمعين نجيب عن بعض الأسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. هذا السائل يقول ما حكم قراءة القرآن جماعة؟ سائل يقول ما حكم قراءة القرآن جماعة؟ هذه بدعة مغربية في شمال أفريقيا، ليبيا، تونس، الجزائر، موريتانيا. في الشرق ما هي موجودة. يجتمعون القرآن ويقرؤون بصوت واحد ياسين والقرآن الحكيم مع بعضهم بعض. هذه الصورة، هذه الصفة ما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وما قال بها أئمة الفقه والحديث، فهي محدثة مبتدعة. والمطلوب هو أن يجتمعوا كاجتماعنا هذا ويقرأ مؤمن وهم يتأملون، ولا بأس كما أفتى الشافعي رحمه الله بأن يقرأ هذا خمس آيات ويسكت ونحن نسمع، ويقرأ الثاني خمس آيات والثالث والرابع حتى يقرأ كلهم ويستمعون كلهم. أما بصوت واحد ذي بدعة. وقلنا فيما مضى لإخواننا هناك إذا كنتم تريدون أن يحفظ القرآن وليس لكم قصد إلا أن تحفظ الآيات ولا تنسى، وقلتم ما في طريق للحفظ القرآن لا هذا الطريق، قلنا في هذه الحالة افعلوا ولا حرج. أما أن يكون تعبدا للحصول على الأجر والتقرب إلى الله، العبادة التي يتقرب إلى الله، وهذه ليست مشروعة. أعيد القول، أقول أصل قراءة القرآن أن يتلو تالي والحاضرون يسمعوا. أفتى الإمام الشافعي لمن حاجه أنه يجوز أن يجتمع الناس
عشر عشرون ثلاثين في حلقة واحدة، ويقرأ الأول وهم يسمعون يسكت، يقرأ الثاني وهم يسمعون يسكت، وهكذا فيكونون قد استمعوا إلى كلام الله عز وجل. أما بصوت واحد بدعة، صوتها هو المطلوب. قلنا لإخواننا قالوا لولا هذه ما حفظ القرآن في ديارنا. قلت إن كنتم صادقين فلا تعدوا هذه عبادة تتعبدون بها الله، وإنما لطريقة لحفظ القرآن ففعلوا. هذه من أربعين سنة. هل فهم السائل هذا؟ اسأل يا بني. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول إذا حاضت المرأة مدة سبعة أيام وبعد أن انتهت أخذ الحيض يتقطع عليها، فهل تصوم وتصلي؟ هذه القضية من مشاكل القضايا. الحيض أقل مدته يوم وليلة، فالغالب أكبر مدته خمس أيام سبعة ثمانية. فماذا يقول أهل العلم؟ يقولون إذا حاضت المرأة ورأت الدم الأحمر الأسود فلتنتظر نهايته يومين ثلاثة أربعة خمسة ما انقطع، ستة سبعة ما انقطع، ثمانية تسعة عشرة إلى خمسة عشر. فإذا بلغت الخامسة عشر من لياليها وجب أن تغتسل وتصوم وتصلي، وهذا الدم إذن هو دم علة وفساد وليس بحيض، لأن الحيض هو طرح الدم الذي يتكون منه الجنين الذي هو غذاء للجنين لو وجد. ما دام الجنين ما فيه تنقضه وتطرحه. ثم إذا كانت عادتها الشهرية سبع أيام أو خمس أيام فجاءت ثم انقطع الدم بنهاية العادة ثم رأت الدم بعد ذلك، فتنظر إذا كان الدم أسود أحمر قانع تضم ذلك إلى اليوم السابق وتعد نفسها حائضة، وإن كان فقط صفرة أو كدرة لا تلتفت إليها وتغتسل وتصلي. فهمتم؟ ثم هذا الشهر الذي زاد فيه يوم أو يومان تنظر الشهر التالي هل تكررت زيادة وإلا لا، حتى تقرر عدتها كم في كل شهر وتثبت عليها. فالتي تحيض دائما الدامسين ماذا تصنع؟ هذه ينظر إليها، إذا كانت لها عادة فيما سبق تنتظر أيام عادتها فتقطع الصلاة والصيام وتبقى إذا انتهت العادة الخمس أيام ستة اغتسلت وصلت. وإن كانت ما لها عادة أبدا ماذا نصنع لها؟ قالوا تتوقف عن الصلاة وعن الصيام عدة النساء سبع أيام ثمانية وبعد ذلك تصوم وتصلي، فقد تلعن لأمر الله وتطيع. هذا هو حكم هذه المسألة. فهذه الذي حاضت يومين أو ثلاثة ننظر كم عادتك السابقة خمس أيام، إذا نكمل الخمسة وإن انقطع الدم حاول عاد ورجع. إذا ما عند عادها بأول مرة تنظر إذا انقطع الدم، فإذا كان أسود قاني أحمر فهو حيض، تضم هذه الأيام السابقة وتنتظر الشهر الآتي. كانت صفرة فقط أو كدرة هذه ما تمنع أبدا الصلاة ولا الصيام. جزاكم الله خيرا. قل ما نستطيع نفهم من بعد هكذا.
كيف؟ ايه يقول نعم. فرق يعني اذا كانت عادتها يا شيخ 7 ايام، اذا كانت عادتها 7 ايام، اذا كانت عادتها 8 ايام الدم تغير او ما تغير، ما تبدل، اسود دائم قانع احمر، اذا بلغت 15 ماذا تفعل؟ تقتسل وتصوم وتصلي. فانظر الشهر الاتي كم تكون المده؟ 3 ايام، 7 ايام ما عليها قضاء لانها دام وحير اسود. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل المسلم الكبير الجاهل بربوبية الله وإلهيته هل هو معذور في ذلك أم لا، وما حكم التعامل؟ المسلم الكبير الجاهل بربوبية الله وإلهيته، يقول الإنسان المسلم وهو لا يعرف ربوبية الله ولا ألوهيته، فهل يعذر أو لا يعذر؟ إذا كان هو أولا إذا كان يصوم ويصلي ويزكي ويحج ويعتمر تحلف بالله أنه عاه بالله، ولو ما قرأ ولا كتب، لولا علمه بالله ما صام له ولا صلى. يبقى إذا كان يقلد الناس فقط وجدتهم يصلون صلي، ما يعرف الله ما استفاد من صلاته ولا صيامه. أولا فاعلم أنه لا إله إلا الله، لكن الغالب أن الشخص ما صلى حتى عرف أنه مخلوق وأن الله خالقه الذي نزل الكتاب بعث الرسول أوجد المسلمين وهو يصلي معهم، لابد من علم سابق. نعم جزاكم الله خيرا. سائل يقول: والدي مصاب بمرض منذ أكثر من 20 سنة وخرج من البيت ولم يعد حتى الآن، هل لي أن أعتمر بدلا عنه وأحج كذلك؟ خرج فين يعني في مرض في عقله؟ يقول والده اختل عقله وما حج وما اعتمر، فهل أحج عنه وأعتمر؟ الآن معفو عنه ما دام فقد عقله وقف التكليف، ما أصبح مكلفا. وإن قلت لم يحج أيام كان ذا عقل ومال وأنا حج عنه لا بأس، فمن مات على غير طاعة الله وحججت عنه يجوز. جزاكم الله خيرا. ألا الإخوان، يقول: نحن جماعة من فرنسا نبني في جامع أي مسجد، فهل يجوز دفع زكاة الأموال في بناء هذا المسجد؟ يقول السائل: نحن في بلاد الكفر لا في العالم الإسلامي ونبني مسجدا، هل ندفع من زكاتنا لبناء المسجد؟ الجواب يجوز، والدليل ما هو؟ أن بناية مسجد في لندن أو باريس موصلة وإلا بلجيكا يعتبر جهادا في سبيل الله، والجهاد له قسط من الزكاة في قوله تعالى: وفي سبيل الله. وسبيل الله بالإجماع هي الجهاد، عرفتم؟ فالذين يبنون في مسجد يبنون مسجد في دار الكفر هؤلاء مجاهدون مرابطون، إذن فينفقون من الزكاة في بناء المسجد. في غير بلاد الكفر في بلاد المسلمين لا يصح أن تدفع ريال واحد في بناء المسجد، إذ يجب على المسلمين أن يبنوا المسجد فقراء وأغنياء. لطيفة من هذا النوع، أفتى كبار العلماء عندنا من سنين الذين لهم أموال ربوية في بلاد الكفر فرنسا إيطاليا أسبانيا، أجازوا لهم أن يأخذوا الفوائد ويصرفون في بناء المساجد في بلاد الكفر، وهو كذلك بدل ما يصرفون الفوائد بالكفار يأخذونها ويبنون بها مسجدا في بلاد الكفر، وهي فتية سليمة وصحيحة.
قال وإن بنوا في بلاد المسلمين بهذه الأموال والله ما يجوز أبدا، لأن المسلمين مسؤولون عن بناء المساجد كما يبنون بيوتهم يبنون لربهم بيتا. ما يجوز أبدا أخذ مال الربا وتسلمه لتنفقه على أي جهة إلا في هذه المسألة في بلاد الكفر. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة شيخ تقول ما في يديك أنت، تعال هنا تعال. تعال أنت احتمل أن جيد أنا عاجز. لكل إنسان منا عقل وروح، فهل يقدر على كل أحد منا أن يعرف عقله وروحه؟ مش ممكن، لأن الله موجود بالفطرة لا بد وعجوب من كل إنسان منا بذلك. وفقد الله وإياكم وكسر الله في أذنك. إن البلهانين في الدنيا بلا عدد وليس فيها مثل بحلول، كيف تقبل هذا المنكر؟ جزاك الله خيرا. يقول هذا الابن الصالح يقول الدلالة على وجود الله قطعية، هذا الوجود دال على موجده، وإن قلت أنا ما رأيته قالك وهل رأيت عقلك أنت؟ قل ما عندي عقل حتى أراه، ما رأيت عقلك، فلا تقول أنا ما نمت بالرسول لأني ما رأيته، ما كل ما لا يرى ما تؤمن به. وفيكم السلام. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول فضيلة الشيخ ما حكم وضع العباءة على الكتف في الصلاة علما بأنني لست أمام الرجال؟ تقول السيدة ما حكم وضع العباءة من على الكتف إذا كان ثوبها سابق طويل يسطر قدميها؟ ما هو مهم أن تجعل كتفيها شيء، يكفيها ذات الثوب الذي تلبسه. جزاكم الله خيرا. سائل يقول أخي، يقول السائل أخي تم قتله من قبل شخص آخر، فهل يجوز لي أن أقتل هذا الشخص قاتل أخي أم لا؟ السائل يقول اعتدى رجل على أخي فقتله، فهل لي أن أقتل هذا القاتل؟ الجواب لو ما في حكومة ولا دولة ولا نظام ممكن تشفي صدرك، لكن ما دام يوجد قضاء وحكومة لا حق لك في قتله أبدا، الحاكم يتولى ذلك، وأنت من الخير لك أن تعفو عنه لله عز وجل. شباب أعفو عنه وترك حربه لوجه الله تعالى، وهذا هو الذي أرشد إليه الإسلام، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. جزاكم الله خيرا. يقول نحن نلبس الإزار والرداء ولكن نلبس الحزام الذي به مخيط على الإزار والرداء، فهل علينا شيء؟ لا شيء، أفتى أهل العلم بجواز ذاك الحزام فوق الإزار لأن فيه أوراق ونقود، أما لأجل الإزار فقط ما يجوز، لأنك تلوي الإزار ولا شيء، إلا إذا كنت بهلولا يتساقط منك الرداء وتنكشف سواتك حينئذ يهبط ولو بحبل، لكن العادة أن هذا الحزام فيه مخبئات الأوراق للنقود أفتى به العلماء، منهم من يقول يكون على اللحم مباشرة، ولكن ما دام جاز على اللحم يجوز على الإزار، فائدتين أعظم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول جزاكم الله خيرا عن إسلام المسلمين وأحسن إليكم وأمد في عمركم ونفع بعلمكم وأشهد الله على حبكم فيه. أحبكم. يقول يا شيخ أنا شاب من الجزائر مستقيم على طريقة الله، ولي بعض المشاكل في البيت، وهي أن الوالدة تطالبني بحلق لحيتي وقلع قميصي، فهل لي أن أجيب لأمي أم لا؟ الجواب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق،
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والأم والأب من أولياء الأمر مع الحاكم والسلطان. فإن أمرك بمعصية فلا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية فقط. يبقى ننظر، نهاك أبوك عن سنة من السنن، طاعته واجب وهذه السنة تطرد السنة للواجب. إذا تعارض السنة وواجب أيهما تقيم؟ الواجب أولا. فلهذا حلق الوجه بالمرة معصية وملعون صاحبه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا طاعة لأبيك ولا لأمك. لكن اترك سنة، ما تخلي اللحية كلها تمل وجهك تخوضهم، نظمها وقللها تدل على فحولتك ورجولتك وأنت في خير. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: زوجني أبي من البنك وقد عرفت بأن البنك حرام وربا، هل أطلق زوجتي أم لا، وما موقفي منها؟ هذا وسواس كثير. قال: زوجني والدي بمال ربوي من البنك، فهل يحل لي البقاء مع هذه الزوجة أو أطلقها؟ لا تطلقها، وزوجك حليل حلال والمسؤولية على أبيك. ادعو الله له بالاستغفار والتوبة. جزاكم الله خيرا. سائل يقول أنه يعمل في منطقة بعد الميقات مثل اليتم الإثمة أو مهد الذهب، يقول: أريد العمرة، فما هو ميقاتي؟ ميقاتك حيث أنت مقيم. هنا المقيم قريب من مكة يحرم قريب من مكة، فما دمت داخل المواقيت، من كان داخل المواقيت يحرم من حيث هو موجود. رابط بعد أشياء، رابط بعد معدته ما يضر، ما هو مسؤول يمشي رابق، ما هو فوق رابق، هو طريقه. ميقات المدينة، من المدينة تجه جنوبا إلى مكة، جدة داخلة، رابق كذلك من الشمال الغربي، إذا كان هو فوق رابق نعم يقسم يحمل رابق ولا يجوز، لكن دونها تحت ما يحتاج إلى أن يمشي إليها. يقول السائل: إنسان ابتدى بإمام لم يقرأ البسملة، والمقتدي يعتقد بأن البسملة من الفاتحة، وأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولا يصح الصلاة إلا بقراءة البسملة كونها من الفاتحة. هذا أيضا نوع من الوسواس، تبهتم. يقول: أنا أعتقد أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة، كذا ولا لا؟ نعم. والإمام يصلي بينا ما يعتقد أنها آية، ما هي بسملة، صلاتي صحيحة وإلا باطلة؟ فهمتم؟ نقول: أولا أنت تعرف أن الخلاف موجود في هذه البسملة، هل هي آية من الفاتحة أو غير آية؟ فما دمت تعرف هذا، إن كنت تعرف إذا فلمة وسوس، صليت وائما ما بسمل لا ضر كذلك ولا شيء عليك، بسمل أنت أقرأ في نفسك الفاتحة وبسمل فقط. نريد أن نقول هذا الإمام لا تصلي بنا، فنحجب الفتنة والتعب أو نخرج من الصلاة. لماذا؟ لأن الإمام كذا. هذا كله من وسواس إبليس، مع العلم أن البسملة نزلت مرة، الفاتحة نزلت مرة ببسم الله ومرة بدونها، تبهتم. فقد قال الصاحب: صليت وراء رسول الله وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين بغير بسملة، لأنها نزلت مرة، كثير من الصور تنزل مرتين، مرة بالبسملة ومرة بدونها، فمن صلى بدونها معناه في المرة التي نزلت بدون البسملة، ولا حاجة إلى مثل هذا. جزاكم الله خيرا. تلك آية ما لا جدال فيها، نقول مع الحمد لله رب العالمين. ولهذا إذا عددناها آية نقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آية. فإذا قلنا بسم الله ليست آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الآية السابعة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سافر رجل مع زوجته التي تعمل خارج بلادها كمحرم لها، وترك عمله ومصدر رزقه، فهل له حق في مالها الذي اكتسبته؟ سمعت مالا، هذا ما هم من المسلمين، هذا نوع آخر لا نجيب عنه. كيف مرته تشتغل في بلاد أخرى وهو في بيته وهي تشتغل ويعيش بها رقها؟ كيف أي عقل هذا كلام؟ مرته تشتغل في لندن وهو في المدينة، سافر معها كمحرم. كيف سافر معها شخص محرم وترك مصدر رزقه في بلاده، والآن هي تعمل وهو جالس مرافق له؟ يقول له زوجة موظفة، نعم، مثلا في المدينة، نعم، فلا بد هي مدرسة وإلا طبيبة، نعم، يعني وظيفة جائزة، فهو ما يتركها هنا تشتغل ويذهب هو إلى بلاده، هذا صحيح ما يجوز أبدا، نعم، يبقى مصاحب لها هنا في المدينة، يبيت معها ويرعاه ويحميها، هذا واجب. هكذا ماذا يريد؟ هل له حق في مالها الذي اكتسبته؟ هل له حق في مالها؟ من أين له الحق؟ إلا إذا اشترط عليها عند الوظيفة: اسمعي، أسمح لك أن تتوظفي على نصف الوظيفة، النصف لي والنصف لك، فإن وافقت أو ربع أو ثلث فذاك، وإن قال أنا لا أسمح أبدا أن تشتغلي في المكان الفلاني، له الحق، ولا حق لها أن تطالب بالعمل أبدا ولا تأخذ أجر. فهمتم هذا الجواب؟ إذا كان عند ذهابها اشترط عليها: أفسح لك المجال لأن تشتغلي على شرط المال الدخل لنا معا ما هو خاص بك، على ما اتفقوا. وإذا كان ما اشترط لا حق، ما اشترط لا حق له فيه، لأنه سمح لها المال مالك. ممكن أن ينوي المحرم بمحاذاة الميقات الشيخ بعد أن يتجرد من الملابس في المدينة، هل له أن ينوي في محاذاة الميقات في العمرة؟ يتجرد في المدينة ويقتتل، وإذا حاذ الميقات بدون ما ينزل ولا يصلي ركعتين ويلبي وصحت عمرته. كيف يروح الجدة؟ لابد وأن يمشي إلى جدة محرما. إذا مشى محرم يبقى في جدة يومين ثلاثة وهو محرم، 10 أيام وهو محرم، ويدخل مكة يطوف ويسعى. هذا ما آخر سؤال في الجلسة. يقول السائل الكريم: هل يجوز للرجل المسلم أن يعطي من زكاته لابنته الفقيرة؟ الجواب: لا يجوز أن تعطى الزكاة للأبناء ولا للآباء، إذ نفقت مو الورثة، إذ نفقتها واجب عليك. ابنتك فقيرة يجب أن تنفق عليها، جدك فقير يجب أن تنفق عليه، أبوك فقير، الأصول والفروع. أما الإخوة والأعمام والأخوال هؤلاء فقراء يعطون من الزكاة، أما بناتك وأولادك ما يعطون الزكاة. إذا كان هناك ابن بنتك فقير عنده أسرة وزوجة أولاد تعطيه، ما هو تعطيه لأختك البنتك.